السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير البنات وكل شيء على ما يرام، أموركم مزيانة. المهم اليوم إن شاء الله بغيت ندير معكم واحد العناية، يعني بالوجه واحد العناية يعني شاملة من المقشر حتى لاكريم. مهم بالنسبة كيف كتشوفوا هنا عندي شحال من حاجة يعني فوق الطبلة، غادي نشرح لكم كل شيء شنو غادي ندير به. بالنسبة لأول حاجة غادي نبدأ بها هي التقشير. التقشير اش غادي نحتاج؟ يعني تقشير بسيط، غادي نحتاج نص مطيشة، وغادي نحتاج نار مبقاش عندي بزاف هاد السكر سنيدة، هذا كيف اللي عندكم، عندكم هذا ولا عندكم العادي؟ انا عندي هذا باقي عندي واحد شوية منه تاع الكان. مهم غادي نستعمله حيت هو صراحة هو احسن من الاخر، يعني الا كان هذا من الاحسن، ما كانش ديروا غير الاخر ماشي مشكل، سنيده عاديه. المهم غناخذ مطيشه غنقطعها على جوج، وغادي ندير فيها هاد السكر وغادي نقي به وجهي. مهم ثاني حاجه غادي نحتاج باش ندير بخار، غادي ندير بخار. هنا عندي درت واحد شويه تاع هذا البابونج وشويه تاع اليازير، غادي نديرهم مع الماء، وباش ملي يغلاو يغلاو مع الماء صافي غندير البخار لوجهي باش يتفتحوا المسام. عاد غادي ندير بغيت ندير نحيد هاد الشعيرات اللي كيكونوا عندنا في الوجه. غندير جوج د الحوايج، غندير هنا بالخيط، يعني غنوريكم كيفاش تستعملوا الخيط. ومن بعد غندير واحد الخليط عجيب. هنايا عندي هنايا الفاخر، الفخر خصو يكون طبيعي ما يكونش يعني فيه شي مواد ولا شي حاجه. وعندي هاد لاكول، هاد لاكول زوينه خاليه من المواد الكيميائيه، يعني ما حتى شي حاجه اللي غتضر زعما في البشره ديالنا ولا هذا. راه ديجا هنايا كاتبين 3 ans، يعني قدروا يستعملوها ميم الدراري الصغار، يعني ما فيها شي حاجه اللي خطيره. كنخلطهم بجوج وكنديرهم لوجهي، وملي كيكلمو كنحيدهم، يعني كيحيدو كاع دوك الشعيرات الصغيورين. حيت انا دابا بالنسبه للخيط كنديرو هنا مزيان وهنا، اما بالنسبه لهنا وهذا كيجيني شويه صعيب باش نحيد كلشي. المهم هادشي اللي كندير، كندير الخيط في الدوفي وشي لاخر كنستعمل هادو. واحسن طريقه البنات الصراحه يعني باش تحيدوا الزغب من الوجه هي الخيط، احسن طريقه، احسن من ليبيلاسيون، احسن من كاع زعما هذوك لي برودوي اللي كتشريو داك الشيء. احسن حاجه هي الخيط، يعني الا قدرتوا ديروا الخيط من الاحسن، ما كاين عنده حتى شي زعما تاثير على البشره تاع الوجه. من بعد عندي هذا تونيك هذا باش يعني باش نقي به. وعلى فين بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم كينوض ليهم دوك الحبيبات من مورا ليبيلاسيون، تقدروا ديروا باش تفادوا هاد الحبوب ينوض لكم، ديروا شويه تاع النشا. انا ما عنديش نشا، عندي المايزينا، من الاحسن نشا. كتخلطوه بشويه تاع الحليب وكديروه في وجهكم، يعني باش كتفاداو داك الحبوب اللي كينوض من مورا ليبيلاسيون. وعلافا كديروا كريم، اي كريم عندكم، ولا ديروا غير هذاك ياغورت ناتور، ولا المهم شي حاجه اللي ترطب لكم البشره من بعد هادشي كامل. المهم ان شاء الله غادي نبدا دابا غنحيد هادشي كامل وغادي ندوز. واهم حاجه البنات ملي تبغيو تحيدوا الخيط، ملي تبغيو تحيدوا الزغب من الوجه، ضروري ضروري البشره تكون نقيه. ما ديروش هكاك وتجيو تبداو تحيدوا، لحقاش ما فاش كينوض الحبوب كيكون هذوك هذيك يعني داك الجلده الميته عندنا هنا في الوجه، وكتبداو تحيدوا هذا كيكون داكشي يعني فحال شويه فهمتي كي تما فين كينوض شويه هكا الحبوب يقدر يجيكم شي تهيج، ولا من الاحسن نظفوا البشره. داكشي دابا غنبدا بمقشر هو الاول. مقشر انا غندير هادو، تقدروا ديروا القهوه مع هذا سنيده شويه زيت العود ولا شي حاجه. المهم اي حاجه تديروا بها غوماج تقدروا تستعملوها. المهم انا ان شاء الله غادي نستعمل نص مطيشه هكا، ها انتما غادا نزيد فيها هاد السنيده. هانتوما هكا صافي، ونبدا ان شاء الله هكا غير شويه، ما ديروش بالجد باش ما تجرحوش الوجه. وضروري تتنقيو عاد ديروا، ما ديروش البخار قبل من سميتو، قبل من الكوماج.
البوماج هو الاول عاد باش ديروا البخار، لحقاش انا مشيتو درتو البخار هو الاول ومن بعد بديتو كديروا في لي غوماج، تما غادي تجرحوا البشره تاعكم وغتولي حساسه. صافي المهم انا غادي نكمل هذا الشيء كامل شي 5 دقائق تقريبا، غنبقى نفرك باش يطاب كيولي وجه رطيب. ملي كتحيدوا كاع داكشي البشره الميته ديجا غير بوحدها، هاد التقشير هكا بوحدو كيعطي واحد الرطوبيه للبشره، كتبداو تحسوا بالبشره ناعمه ورطبه. المهم انا غنكمل تقريبا 5 دقائق ونمشي نغسل وجهي ونشفو ان شاء الله يا اما فوطه نقيه. صافي المهم البنات كيف ما كتشوفوا هاني فركتو مزيان بمطيشه وسنيده، غادي نمسح. هانتوما كيف كتشوفوا راه تبارك الله راه كيبان ديجا تنقى ولا رطب. المهم غادي نمسح هكا، مسحو ديما مسحو بفوطه يا اما فوطه نقيه ولا لي بابيي، لحقاش الا كانت فوطه مسخه وفيها هكا بكتيريا ولا شي حاجه راه غادي داكشي غيبدا يدخل لكم المسام اللي كتبداو ديروا لي بيلاسيون وداكشي وتبدا ينوض الحبوب. المهم ديما نحاولوا داكشي يكون نقي، يا اما الورق هكا ديال البابيي سوبانا ولا ديروا فوطه نقيه. يلا مصبنه غنمسح بهذا التونيك لوسيون تونيك. صافي دابا اش غادي ندير؟ غادي ندوز ندير الماء يغلي باش ندير بخار باش نخشي راسي فيه يتحلوا المسام ونبدا نابيلي ان شاء الله. انا البنات كيف ما كتشوفوا ها هو هنايا درت البابونج مع الزعتر مع اليازين ودرتو تغلى مزيان. دابا غادي ندير الفوطه هكا. صافي غادي نبدا نخشي راسي هنا هكا واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق باش يتحلوا المسام مزيان وان شاء الله نكمل معاكم. صافي المهم اني راه درت خليته حتى المهم طلع البخار مزيان، عرفت شي واحد الريحه زوينه ديال داك اليازير والبابونج كتعطي ريحه زوينه، كتحسوا واحد الانتعاش ملي كتكونوا هكا كتتنفسوا تما لداخل. المهم كيف ما كتشوفوا البنات هنا عندي خيط عادي كناخذ وهذا القياس هكا، انا هذا القياس هو اللي يعني هو اللي مولفه كندير. نشوف هذا وقيل قصير لا قصير شويه. المهم وانا هكا مزيان نوريكم. صافي كناخذ خيط هكا واش كيبان ولا لا، ها انتما ها هذا القياس كنعقدو من هنا فوالا ها نتوما هكا ها هو معقود كنديرو بين يديا هكا وكنبدا ندور كدورو ها نتوما هادي كتمشي ها وهادي العكس شتو كيفاش كديرو هكا كتبقاو ديرو ليه ها 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 حتى كيبان ليكم ها نتوما شتو هاد البلاصة كيفاش ولات هكا ملوية، وهنا كتبقى هاد البلاصة اللي غتلعبو بها. صافي من بعد كتجيو البلاصه اللي غادي اللي باغي نتحيدوا منها. هانتوما بالنسبه ليا انا هنا اوه ما عرفتش واش كيبان لكم الزغب كيطير ولا لا. انا راه مولفه واخا هكاك راه ما كنتوعدش بزاف، مي راه كاين اللي كيجيهم صعيب. كيبدا بسهولة كيتحيد
كديروا ليه كتبقاو تلعبوها، هذه كديروا لها وهذه كتلعبوا كتجروها كتبداو تحلو هكا. لا المهم ضرتني كل شيء، غنجلس واحد شويه ونكمل. الزغبره كيطير، كيبان لي هنا طاير، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. انا ملي كيبدا يتنقص الزغب صافي ما كتبقاش توعته، كيتخفف، تبقاش تحسو بهداك التوعات و بزاف ديالها بحال في اللول. صافي المهم انا غنكمل، غنحيد واحد شويه من هنا حيت بالي ما كنوصلش ليهم، غير من هنايا نحيد صافي. ولا هنايا ابخي البلايص الاخرين هنا واحد صعيب باش كنبدا نديرها ما كيتحيدش ليا مزيان، داكشي علاش غندير معكم يعني لهذاك الخليط الاخر. ان شاء الله انا غنكمل ونرجع نوريكم البقيه. صافي المهم هاني حيدته، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. صافي هنا ما حيدتش بزاف حيت غندير الاخر، يعني ما كاينلاش غادي نبقى نزيد نحيد. صافي المهم عندي هنايا كيف قلت لكم عندي الفخر، الفخر عادي دقيته ولا خذوا هذاك عرفتي هذاك او كاربون واحد الدواء تاع وقيله تاع القبض ولا ما عرفتش كيكون صفر، وكتكون هذوك لي كابسول وفيهم الداخل، فيهم الداخل هكا الفخر كتحلوهم وتخويو. المهم هذا كيطيح رخيص، هذا كيجي رخيص. صافي كنشدو كنخوي عليه هاد اللصقه هكا، هاد اللصقه راه تلقاوها في المكتبات. حنا عندنا هذه كتباع في واحد المكازا سميتها جيلبير، سميتها هاد لا مارك كليوباتر، كاينه حتى في كارفور، مي كارفور ما خديتهاش هكا بيضه، خديتها ترونسبارونت. فوالي انا خلطت هكا، غنخلط، خويت عليها اللصقه غنخلطها، تبقاو تخلطوا حتى تبان لكم ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف. الا هاد اللصقه كرمت كتقدروا تزيدوا شويه الماء لحقاش هي اصلا راه فيها الماء باش مصايبينها. صافي المهم انا غنبقى نخلط حتى يبان ليا يعني القوام اللي كنقلب عليه. نقلب شويه نزيد، فوالا صافي. المهم هانتوما هكا، من بعد اش كديرو؟ انا كنبغي ندير بيه بصبعي، بغيتو ديرو بسميتو هانتوما، بغيتو ديرو بشيته ديرو بشيته، المهم انا كندير غير بصبعي. صافي كنبقى نديرها، كنمشي كاع على تبعدو على شويه على العين ضروري هبطو هنايا وديرو. المهم هكا كندير على وجهي كامل، هذا راه فحال الماسك الكحل، وانتوما كتصايبوه في الدار وعارفين اش فيه. المهم انا غادي نخليكم، غادي نمشي نكمل ونرجع معكم. كوكو. صافي المهم البنات كما كتشوفوا هاني راه درتو في وجهي، خليت هاد البلاصه هادي حيت كتكون سونسيبل، وعاود درت هنا انا على حساب هنا حيت كيكونوا لي بوين نوار راه كيحيد حتى لي بوين نوار، كيحيد كاع كينقي فريمون كينقي زوين الوجه. صافي المهم ها نتوما راه تبارك الله راه شاط منه، راه غاديك الكونتيتي اللي درت راه دير لدو بيرسون بحال هكا تخواتات، ولا انا عندي ما عنديش هنا شكون غيدير معايا. المهم نقدر من بعد الا بغيت نعاودو من هنا ل 3 ايام، ولا ما نضنش ما غاديش يكون الزغب ناض ليا يعني حيت كتزيدي غير شويه الماء كيعاود يرطاب. المهم فوالا ها نتوما غنخليه حتى يكرم وداك الساعه غادي نحيدو. هنا بالنسبه لهاد البلايص راه كينقيو مزيان، هنا تاني درت على حساب حيت قبيله ما حيدتش مزيان مزيان، وبالنسبه للدوفي ضروري كندير الخيط لحقاش كيكون الزغب شويه غليظ ماشي فحال هنايا،
داكشي علاش كندير في سميتو كندير بالخيط. اما هو راه كيحيد كينقي الوجه مزيان كتحسي بالوجه تنقى من مورا ما كتحيديه. صافي المهم انا غنخلي تيكرم ونرجع معاكم ان شاء الله. فوالا البنات هو راه كرم، راه ملي كيكرم ما كتبقاوش قادرين تهضروا مزيان. صافي دابا غادي نحاول غادي نبدا نحيد فيه. نبداو هكا تجيو من هاد الجناب صافي كتحاولوا تقشروا شويه بشويه مع البورطابل بعيد ما كيبانش ليا مزيان. ندير هذا فوالا كتبقاو بشويه بشويه تقلعوا في هذا الشيء من الجناب. هانتوما ملي كيتقلع عليكم واحد شويه كتبداو تحاولوا تجروها في العكس ديال كيف كينوض الصغل. هانتوما هنا راه ما عرفتش غيبان ولا لا، كاع داكشي اللي كيكون زغيبات ولا دي بوين نوار ولا شي لعيبات هكا كاملين كيتجروا. هانتوما شوف نبان لكم تنحيد هنا ونوريكم ديال هنا بايبا حسن. انا نحيت قبل حليت شويه ما وعدتنيش. انا ملي كيكون كتوعتو عرفوا راه صافي داك الساعه راه كيتحيد الزغل. فوالا هنا شويه توعت المهم كيحيد كاع داكشي كيبقى لاصق هنايا فيه مع اللصقه هذيك. فوالا نحيد هاد لابارتي ونوريكم هنا فين كيكون بزاف ديال حيت كيكونوا لي بوين نوار. حتى هنا هنا كيوعت هنا كيوعت مع دوك الزغيبات الشعيرات الصغيورين. الله يا مولانا ولا لا هانتوما نتمنى يبان لكم هنايا مزيان. انا بعدا راه ملي كنديرها كندقق كيبانوا ليا واحد داكشي هكا لاصق زغيبات. هانتوما شوفوا هاد لابارتي هنا. المهم ملي غديروا ان شاء الله راه غيبان لكم داكشي ديالكم ملي غيتحيد. لا ما بانش لكم هنا غادي يبان لكم ملي تستعملوه ان شاء الله. اوه كيوعد كيوعد ولكن راه كينقي والله زعما زوين حق الله. راه بحال هذاك الماسك نوار اللي كيتباع ديك كتكون بحال البوماده. المهم باش ما يجيش لا فيديو طويله انا غادي نكمل ان شاء الله هادشي كامل. اطون ندير هنايا اوه هنا لاصق انا كيتحيد كيتحيد حيت كتحسوا داك الدران. الله نتوما شو صافي. المهم انا غنكمل هاد الروينه ونرجع معاكم. صافي المهم البنات هانتوما راه حيت وضروري كيبقاو هادو كيكونوا ديال البلاصه اللي ما كيرماش فريمون مزيان. وشنو بغيت نقول لكم ملي ديروا ما ديروش هذيك الطبقه رقيقه وما ديروهاش غليظه. الا كانت رقيقه راه ما غاديش يتشد لكم باش تجبدوا تحيد. المهم البنات هانتوما راه حيدت كلشي وضروري كيبقى هاد المهم هاد التخربيقات هادو لاصقين لحقاش كيكونوا هكا رقاق ولا. المهم بالنسبه شنو بغيت نقول لكم ملي تبغيو ديروا هذيك الطبقه على وجهكم ما تكونش رقيقه حيت الا كانت رقيقه ما تقدروش تشدوها باش غادي تتقطع غيبدا داكشي دغيا كديروا دغيا داكشي بحال غير مفرتت. ولا كانت غليظه ثاني غتجي مخبزه وما ما كتحيدش يعني تكون بحال هذا الشكل. هانتوما شتو كتكون بين وبين هانت شنو لبان لكم هنا راه كيبانوا هذوك بحال الدويدات. هانتوما شوفوا مزيان راه كيبان داكشي ابيض ما عرفتش كي غندير باش يبان. عرفتي راه مرب بالشعيرات فوالا هكا واقيلا كنظن كيبان
عرفتي راه كتنقي كتحيد كاع دوك الزغيبات الصغيورين جافلوه. المهم كاع هادو كاملين هاد الكبار باين فيهم مزيان، مين نتوما ما عرفتوش كيبان لكم ولا لا. المهم راه كيحيد كاع الزغب، كينقي الوجه مزيان صافي. المهم انا غادي نمشي نغسل بالماء، من بعد غادي ندير هاد انا غنرجع معاكم ان شاء الله. هي جايه صافي، انا غسلت وجهي كيف قلت لكم، ديما نمسحو بابي ولا فوطه نقيه، من احسن بابي لحقاش فوطه ما غاديش تبقاو تستعملوا شحال من فوطه، خاصه ضروري كاملين نكونوا نقيين لحقاش درنا زعما بزاف تاع المقشير وهذا الشيء هكا، يعني من احسن البابي صافي. المهم نتمشوا الوجه كي كيبان نقي. دابا اش غادي ندير؟ كيف قلت لكم غتاخذوا النشا ولا المايزينا، انا ما عنديش النشا، من احسن النشا خديت انا هاد المايزينا. اش غادي ندير؟ غادي نزيد عليها واحد شويه تاع الحليب، نخلطها بشويه تاع الحليب، حليب عادي يعني كيف ما كان صافي. تخلطوا هكا وديروه لوجهكم. علاش؟ غير بالنسبه للبنات يعني اللي كينوض لهم الحبوب، ملي كيديروا ليبيلاسيون كينوض لهم داك الحبوب، هذا غادي يمنع داك التهيج، يعني اللي ما عندوش مشكله بلا ما يستعملوه. المهم فوالا غادي هكا تشدوه، تبداو ديروا هكا على وجهكم صافي، تخليه واحد شويه ومن بعد تغسلو وديروا اي حاجه عندكم مرطب طيبه، شي كريم مرطب. المهم انا عندي هذا تاع الحلزون غنديرو، ولا جير هكا، ولا المهم اي حاجه كترطب. لحقاش راه هذا الشيء كامل اللي درتو خاص ضروري ضروري شي حاجه ترطب لكم البشره باش ما بحال ما تجرحش لكم ولا صافي. المهم انا غادي نكمل، نخليه شويه ونغسلو حتى هو ونمسح وجهي وندير مرطب. المهم البنات كيف ما كتشوفوها نتوما راه كرم. المهم غنمشي نحيدو ان شاء الله، نغسل وجهي وندير لاكريم باش يرطب ليا ان شاء الله. ضروري كيف ما قلت لكم ضروري من المرطب في زعما في النهايه تاع هاد الشيء كاع كامل اللي درنا. صافي انا غسلت وجهي، دابا ملي كتكملوا هاد الشيء وكديروا هذا كتحسوا بالوجه بحال شويه هو راه رطب منقي وكل شيء، ولكن واحد الاحساس بحال زعما خاصو يترطب. فوالا هذا هو اللي خاص نقول لكم، يعني خاصو ضروري محتاج للترطيب، لحقاش هكا تقدر دغيا غادي تبداو بحال يقدر يتجرح بحال ما عرفش كيكون فخاجيل، ضروري ضروري ترطبوه. المهم انا عندي هاد لاكريم راني زايده فيه، انا كنزيد فيه فيتامين او، حيت فيتامين او مزيان بزاف للبشره سورتو لا فام، يعني ملي كتفوت 24 عام ضروري خاصها تبدا تستعمل دي كريم وداكشي فيهم فيتامين او. المهم انا غادي ندير هذا، راه ديجا مخلطاه بفيتامين او صافي. غادي نشدو وغادي نديرو هكا على البشره مزيان، كيف ما قلت لكم يعني اي كريم تقدروا ديروه، ما عندكمش كريم ديروا زيت شي حاجه هكا شي حاجه مرطبه وصافي. المهم فرماجه كاع فرماجه راه كترطب حتى هي، الا ما عندكم حتى شي حاجه ديروا غير فرماجه وطليوها لوجهكم راه ترطب لكم. صافي المهم نتمنى هاد الشيء يعني تكونوا استفدتوا منه، ولا غير شي حاجه بسيطه. وصراحه يعني راه في الغيزيوطا فينال ملي كتسالي وكترطبوا كل شيء راه كيبان واحد الفرق كبير، يعني اللي شافكم من قبل ومن بعد غيبان ليه الفرق، راه بحال مشيتو لشي يعني شي سونتر تاع التجميل درتو سوان ولا شي حاجه. فوالا البنات نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم واستفدتوا، كيف ما كتشوفوا ها نتوما راه الوجه كيبان منقي، نتوما شوفوا غير هاد لا بارتي كيفاش مزين كاع من هنا، يعني هذا دليل على ان السيركيلاسيون تاع الدم راه مزيانه، كيتمشى الدم تمشى وتحيدوا كاع دوك الخلايا يعني الميتة والوجه تنقى وكل شيء. المهم الى عجبتكم بارطاجي وديروا لي جيم، وان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله. المهم نخليكم في امان الله ونتمنى تجربوا يعني واخا غير حاجه من هذا الشيء،
غير تقشير ولا مهم شي حاجه يعني تديروها تستافدوا منها والبشره حتى هي تنفع بهذا الشيء، ولا ما عندكم شي حاجه يعني تقدروا تستغناو على شي حوايج، تقدروا تعوضوا حاجه بحاجه. المهم الضروري هو انكم اعتنيوا واحد شويه براسكم وحيدوا داك العجز، لحقاش البشره ديالنا راه محتاجه بزاف التنظيف والعنايه، لحقاش لما ديناش فيها راه المرض دغيا كتبدا تشرف ودغيا كيجيو تجاعيد مبكره. وحاولوا انكم ضروري ضروري خذوا فيتامين او، عودوا زيدوه في كاع داكشي ديالكم الخيمات وهذا اللي كتستعملوا، زيدوا فيهم القطات تاع فيتامين او سورتو بالنسبه للبنت ملي كتفوت 24 عام، من الاحسن تشريه ويكون عندها في الدار وتبدا تستعمله. المهم نخليكم في امان الله، وان شاء الله الى فيديو